وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس: أُتيَ النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد، فكان أكثر مال أُتيَ به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، قال: خذ، فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال امر بعضهم يرفعه الي قال لا قال فارفعه انت علي قال لا فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يرفعه فقال فمر بعضهم يرفعه علي قال لا قال فارفعه انت علي قال لا فنثر ثم احتمله على كاهله ثم انطلق فما زال يتبع بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم